أهلا وسهلا فيكم بقناتي ماميز أت هوم. أكيد كلنا منسمع عن أولاد ضربوا بعضهم بالمدرسة أو بالحديقة أو إخوة عم يتضربوا بين بعض، لهيك اليوم رح نتعرف بهالفيديو شو هي أنواع العنف، ليش في أطفال عنيفين، كيف منتصرف لما يتلقى طفلنا العدوانية، كيف منقوي شخصية الطفل، وهل جملة يلي بيضربك اضربه هي صح أم غلط؟ يلي بيضربك اضربه، هالجملة كتير غلط، لأنه نحن عم نعلم أولادنا إنه العنف منرد عليه بالعنف، وهيدا أكبر غلط بيوقعوا فيه أغلبية الأهل خوفاً من إنه ابنهم يطلع ضعيف الشخصية. بس خلينا نذكر بأنه العنف هو مش بس جسدي، العنف هو جسدي، لفظي ونفسي. بيتعرض الطفل للعنف من قبل أهله، أخواته أو رفقاته. الجسدي هو بيكون عنف مثل الضرب، العض، شد الشعر أو الحرق. لفظي بيكون بالتنمر، لما نحكي مع الطفل كلمات تجريح مثل أنت ما بتفهم، أنت غبي، أو صفات مثل صفات الحيوان. أما النفسي هو الإهمال للطفل مثل الكره، اللامبالاة، الإذلال، مثل عقاب الطفل بإذلاله أو حتى عدم الاهتمام فيه. كل شخص بيولد ومعه عدوانية، ولكن نحنا يلي مننميله إياها أو منخفف له العدوانية من خلال تربيتنا أو من خلال المحيط والمجتمع. كل اللفظ والانفعالات عند الأهل تنتقل للطفل، حتى الزعل والسكوت بين الأم والأب هو نوع من أنواع العنف. فينا نستنتج أنه كل طفل بيتعنف هو بيعنف، ومش ضروري يكونوا الأهل عم ينقلولوا العنف الجسدي بالضرب، يمكن يكون باللفظي أو بالنفسي مثل الكره، الإحساس بالبرودة من أهله، إحساس بالدونية، إحساس الطفل بنفسه أنه هو شخص منه مهم، أو احتياجه لشعور بسلطة الأب، لأنه الأب هو الأمان، وكل ما يكون عم يشعر بالخوف حتزيد العدوانية عنده، وعم بيكون عنيف ويعمل كل جهده تيحصل بالقوة على الحب والاهتمام. كيف لازم نتصرف لما يتعرض طفلنا للعدوانية؟ أهم شيء الأهل يوقفوا العدوانية، وتكون العدوانية هي خط أحمر. حتى بين الأخوة الأهل لازم يتركوا كل شيء ويوقفوا الضرب. لازم نكون حازمين بنفس الوقت أنه الضرب ممنوع، والأهم من كل هيدا ما يكونوا الأهل هن عنيفين وعم يوقفوا العنف. بعد كام يوم فينا نحكي ونفسر له للولد أنه أنت لازم تدافع عن حالك، وممنوع حدا يضربك، ولازم نشرح له أنه الطفل التاني يلي عم يضربك هو بيكون ضعيف وبيفزع، والعنف هو ضعف. لما يسأل أنا كيف بدي دافع عن حالي، بتحاول تقول له الأم أو الأب بالحوار أنه أنت رح تلاقي الطريقة المناسبة للدافع عن حالك. وكل ما يسأل منترك السؤال مفتوح، ومنقول له أنت حتعرف تتصرف، بس مش ضروري يكون بالضرب. منفسر له لما يكون عندك قوة من جوا وتاخد قرار أنه أنت ما بدك حدا يضربك، رح تصير منك لحالك تقول أنا ممنوع حدا يضربني، وما حدا حيصير يقرب عليك ويضربك. منعطيه أمثلة مثل فيك تمسك له إيده يلي عم يضربك، أو تحاول تبعده عنك. كرمال هيك لما منشوف طفل ضعيف بتصير كل الأولاد بيلتموا عليه، وكلهم بيصيروا يضربوه، لأنه طفل ضعيف الشخصية وما بيقدر يعبر لأهله أنه حدا عم يضربه. والأفضل ما نقله يلي بيضربك اضربه، منقله أنت حتعرف تدافع عن حالك، ولازم تشعر من جوا أنه ما حدا بيحق له يضربك أبدا. والأهم من كل هيدا أنه الأهل هن ما يكونوا عم يعنفوه، أو يسمحوا للأخ والأخت يضربوه، لأن بيصير عنده تناقض وبيقول بينه وبين حاله كيف أهلي عم يقولوا لي ممنوع حدا يضربني وهن عم يضربوني. من ناحية تانية في عنا كمان أسباب اقتصادية أو معيشية سيئة هي بتدفع الطفل للعدوانية، مثل إذا كان عنده حاجات أساسية مثل الأكل، الأمان، الشعور بالحب، منا مشبعة. وكل ما يكبر الاحتياج للحاجات الأساسية كل ما كبرت العدوانية عند الطفل. فينا ناخذ مثل للأشخاص الكبار بحسب هرم ماسلو، لحتى يتطور الإنسان ويبدع ويكون مبتكر لازم يكون عنده حاجات أولية مثل الغذاء، المسكن، الأمان الوظيفي. وإذا مش موجودين هالحاجات الأساسية
رح يكون عنده غضب كبير، وبالتالي بتحول هيدا الغضب لعدوانية. كيف بتقويله شخصيته للطفل؟ واحد، من الأفضل إعطاء الطفل المساحة للحرية ليقدر يعبر عن نفسه وعن مشاكله وما يكون مكبوت. اثنين، ما نكون نحن عنيفين مع الطفل، إن كان عنف جسدي، لفظي أو نفسي. ثلاثة، نحاول نقويله ثقته بنفسه بالحب، الاهتمام، الاحترام، وتكون نظرة الأهل للطفل هو شخص محترم وفيه يكون شخص بيعبر عن رأيه ورأيه كتير مهم وعنده استقلاليته. أربعة، نحاول ندخله نادي كاراتيه أو تيكواندو لحتى يتعلم أساليب الدفاع عن النفس. خمسة، ما نلوم الطفل لما حدا يضربه. ستة، ما نسمح لأي شخص إن كان قريب بإهانة الطفل أو يقارنه بطفل آخر أو ينتقده، ونكون صارمين بعدم تدخل الأشخاص السلبية بأطفالنا لأنه رح تقلله وتدمرله ثقته بنفسه. سبعة، إذا شي مرة بالغلط طلعتوا عن سيطرتكم وضربتوا ولادكم، بس تكونوا رايقين، اعتذروا لولادكم وقولوا لهم نحن ما لازم نضربكم. بالآخر بقول وبكرر إنه التربية هي من أصعب المهن على الأرض.